السلام عليكم، أهلا فيكم في فيديو جديد. طبعا اليوم راح نتكلم معاكم عن مشكلة الآن منتشرة في الآيفون. طبعا المشكلة هذه ما تسبب أي خلل للجوال، ما تسبب أي شيء، يعني لا أحد يقول لك أوه اختراق والأشياء ذي كلها. الجهاز ما راح يصير له أي شيء، الجهاز راح يعلق أوكي، لكن ما راح ينفجر، ما راح أحد يهكر الجهاز، ما راح يصير للجهاز أي شيء. المشكلة موجودة يعني تعلق من نفس السوفت وير. أبل لازم تنزل تحليل جديد تعدل المشكلة. طبعا التعليق ده لازم انت يعني متقصد انك تسويه، فما راح يكون مثلا عشوائي، بيكون او بيصير حق اي شخص، لا هي بيصير حق الشخص اللي هو مسوي ذي الشيء عشان يصير، لان هي خطوات شوي يعني مستحيل انك تسويها صدفه. فخلنا نبدا الحين. طبعا المشكله ما تصير الا في الايفون، ما تصير في الايبود، ما تصير في الايباد. ليش؟ المشكله تتطلب ان جهازك فيه رقم سري، والجهاز اذا فيه رقم سري خذ مثلا واحد من زواجك، لان المشكله ده تقريبا بتصير طبيعي ان كذا شخص الحين راح ياخذ جوال سريقه وبيسويها، لا يعني المغلب بيصير او شيء. طبعا البدايه ان جهازك مثلا في زر او ما في زر من الاجهزه الجديده او الاجهزه القديمه، لازم يكون في رقم سري. لو ضغطت عليه يجيك خيار هنا مكالمه الطوارئ او الامرجنسي مكتوبه. في الايباد والايبود ما في الخيار ده، فمستحيل تقدر تسويها، ما تصير الا في الجوالات. فالحين بنبدا ونجربها معاكم من اخر تحديث، هذا البيتا النسخه التجريبيه 12.3، النسخه التجريبيه الثانيه على الايفون 10S. نبدا احنا نفتح الاجهزه معاكم كلهم ونشوف كل جهاز والسوفت وير اللي عليه وهل بتشتغل او ما راح تشتغل المشكله دي. اذا ما تشوف انه في امرجنسي مثل ما قلت لكم او الطوارئ بالعربي، هذه لازم تكون موجوده عشان تصير معاك المشكله دي. معاكم حاطط رقم سري، نفتح نخش الاعدادات عام حول نجلس هنا، نفتح هذا برضو، نفتح هذا. طبعا هذا اللي استخدمه يومي، فالرقم السري راح يكون مختلف، ما راح اوريكم اياه. طيب نخش هنا، نخش عام، نجلس هنا. الحين كلهم شغالين ونشوف كل واحد والسوفت وير حقه ونوع الجهاز. فنبدا اول شيء 5C، جهاز قديم، السوفت وير اللي عليه 10.3.3. الجهاز الثاني ايفون 6، السوفت وير اللي عليه 10.3.3، هذا اثنينهم نفس الشيء. هذا الجهاز برضو الايفون 6 عليه سوفت وير 12.1. انا الحين مسويهم بالترتيب على حسب السوفت وير، مو على حسب الجهاز، او مثل ما تقولون الجهاز من ذي الاجدد، لا على حسب السوفت وير. هذا اقدم سوفت وير يلين اجدد واحد. هذا الايفون اس اي، السوفت وير اللي عليه 12.1.2. هذا الايفون 7 اللي عليه السوفت وير 12.1.2 برضو. هذا الايفون 6 اس، السوفت وير اللي عليه 12.1.4. هذا الايفون 6، السوفت وير اللي عليه 12.2، يعتبر الحين اخر سوفت وير نازل للعامه، يعني كنتوا تستخدمون الحين هذا. هذا السوفت وير البيتا، النسخه التجريبيه اللي كنت استخدمه، موجود عليه 12.3. اوكي خلصنا منهم كلهم الحين، وقلنا كل واحد وجهازه وكل واحد والسوفت وير اللي عليه. راح نجرب عليهم كلهم الحين ونشوف هل راح تشتغل معاكم الحركه ولا ما راح تشتغل. طبعا نبدا من تحت. البدايه الحين اللي حابب يسويها بسرعه او شيء، الحركه بقول لكم اياها بسرعه بالمختصر وبعدين نطبقها على كل جهاز. الحركه شنو هي؟ انه يتطلب الجهاز حقك في رقم سري، تضغط الحركه ذي وتخليه على جهه الرقم السري، وتضغط الامرجنسي او الطوارئ، وتنتظر هنا 5 ثواني. بعد ال5 ثواني تركب الشاحن في الجوال، تنتظر الين تطفي الشاشه لحالها، ما تطفيها انت. بعد 5 ثواني ما تطفي الشاشه تفصل الشاحن، الجهاز يعلق. كيف ترجع تشغل الجهاز؟ حركه عاديه انك تطفي الجهاز وترجع تشغله يشتغل عادي. فنبدا الحين مره ثانيه، نضغط هنا وننتظر 5 ثواني. طيب الحين نحطه في الشاحن، ننتظر الحين الين تطفي الشاشه، بعدها نحسب 5 ثواني. اوكي طفت الشاشه، نحسب 5 ثواني. طيب راحت 5 ثواني، نفصل الشاحن، ما في اي شيء. فالسوفت وير القديم 10.3.3 ما في اي شيء على الفايف سي. نجرب السوفت وير هنا برضو 10.3.3 على ايفون 6. نفتح الجهاز، نسوي نفس الحركه، نضغط امرجنسي، ننتظر 5 ثواني، برضو 10.3.3 ما اشتغل على الفايف سي وعلى السكس. نجرب الحين جهاز هذا 12.1 الايفون 6، نفس اللي قبل شوي لكن على 12.1، لايوس 12 اخر واحد، بس ما باخر سوفت وير من نسخه لايوس 12. خلاص الحين نضغط الامرجنسي، ننتظر 5 ثواني، 12.1 ما صار في شيء. نشوف 12.1.2 على ايفون اس اي، برضو في الاس اي ما صارت المشكله. نجي لايفون 7، نفتح الجهاز اول شيء، الايوس 12.1.2، نسوي الحركه ما صارت المشكله. في 12.1.2 ما صارت المشكله. الحين نجي للايفون 6 اس 12.1.4، السوفت وير اللي عليه برضه ما صار في شيء. نجي للايفون 6 بلس وال10 اس، هنا
ايش اللي فيهم الحين؟ اخر سوفتويرين، هذا السوفتوير اللي موجود الحين لو انك تحدث جهازك يوصل حق هذا 12.2، وهذا البيتا اللي بينزل قدام. فنشيك الحين، طبعا البيتا هذه اذا كانت في المشكله الحين الى الان نسخه تجريبيه، ابل ما راح تنزل العامه، يعني ما راح تشوف الفيديو هذا اذا كان نزل عندك سوفتوير بتكون فيه المشكله، لا ان شاء الله تحلها قبل ما تنزل. وراح نشوف معاكم في الجهاز الجايه بعد النسخ التجريبيه اللي تنزل، نشوف هل بيحلونها ولا ما يحلونها. فنجرب على هذا الجهاز 12.2 اللي موجود الحين، اي شخص تقريبا اللي يحدث جواله باستمرار للعامه يكون عنده هذا السوفتوير. خش الطوارئ، حلو بالعربي، نحسب الحين، ركبه في الشاحن، نفصل الشاحن الحين، شيك، اوكي، دخلنا في المشكله هذه، اخيرا وصلنا لها. شوف الحين الجهاز علق، ما نقدر نسوي فيه اي شيء. نترك الجهاز الحين معلق، اوكي، طفي الشاشه، تفتحها، نفس الحركه، عام صامت، نفس الحركة، الجهاز راح يتم معلق كذا. نخليه على جنب، نشوف على الجهاز الثاني بعدين نرجع له. هذا الجهاز اللي استخدمه الحين، هذا عليه آخر سوفتوير مثل ما قلت لكم 12.2، هذا عليه البيتا اللي استخدمه الحين أنا 12.3. أبل أوريدي هذا نزلته للعامة، فالحين أي شخص محدث جهازه آخر إصدار 12.2 في العامة موجود عنده المشكلة. وهنا البيتا اللي بينزل في المستقبل، هنشوف المشكلة موجودة ولا لا. فنطفي الشاشة، طبعا لازم أكون سكر على ذي عشان لا يفتح الجهاز، شوف وجهي يفتح. نخش في الطوارئ، نحسب، نحطه في الشاحن الحين، اصلا هذا ما برضي يشحن، ايش السالفه؟ شوف هذا مشكله ثانيه طلعت الحين، بيتا يعتبر يعني، والله ما ودي يشحن. شوف الجهاز ثاني يشحن ولا لا، والله يشحن الجزء الثاني بس هنا ما ودي يشحن. حطه في الشاحن ثاني، شوف ما برضي يشحن، طفي ونشغله نشوف. طبعا بما ان بيتا نسخة تجريبية يعني، فما بمستغربين من المشكلة اللي صايرة الحين. طيب اشتغل، شوف الحين حلو بدأ يشحن. نجرب مرة ثانية، نفتح الجهاز، نخش على امرجنسي، ننتظر، نحطه يشحن الحين، نفصله الحين، شوف الحين دخلنا في المشكلة. فالحين اتضح لنا ان المشكلة موجودة في 12.2 و 12.3، السوفتويرات اللي قبل مو موجودة فيهم، يعني ما لها شغل في الجهاز عليه من السوفتوير. هذا الايفون يعتبر بعد هذا الايفون، هذا الايفون قديم 6، نزل بعده 6S، بعدين 7، هذه سوفتويراتهم قديمة فمش موجودة فيهم، موجودة على 6 لأن السوفتوير 12.2 و 12.3، هذا نسخة تجريبية، فأبل ما راح تنزل العامة إلا إن شاء الله حل المشكلة. راح نشوف معاهم كل سوفتوير ينزل جديد، راح نسوي ذي المشكلة ونشوف في الجهاز في الآيفون حقي هذا هل أبل حلتها ولا ما حلتها. فالمشكلة مثل ما قلت لكم ما راح تأثر بأي شيء، المشكلة مثل ما نشوف الحين نعدل الجهاز، بس اضغط هنا طفي الجهاز ورجع شغله، يرجع بالتمام يعني ما في أي شيء. المشكلة ما فيها خلل، ما فيها تجسس، ما راح يخترقون الجهاز، ما راح يصير في الجهاز اي شيء، ما راح ينفجر الجهاز، ما في اي شيء، بس كودينج يعني حركه غلط في السوفت وير. وابل تنزل تحديث، اتوقع ممكن تنزل تحديث برضو قبل الثالث، اذا كانت مطوله على الثالث هذه المشكله موجوده، ممكن تنزل تحديث هنا تعدل في اي شيء تنزل للعامه. بس طبعا اتوقع هذه الحركه بيسوونها مغالب بين الشباب او اي شيء، ما راح يصير في جهازك اي شيء، لا تخاف. طبعا اذا كانت عندك المشكله حتى في الايفون، هذا الايفون طفوا شغله عادي من هنا، بوتن مثل ما شوف تضغط في الجنب، بس ضغط في الجنب تشغل سيري، فأي جهاز ما في زر لازم تضغط الزرين مع بعض ديلي، تقصير وزر الباور وتطفي الجهاز وتشغل وخلاص. الجهاز مثل ما تشوف الحين شغال، ما في أي شيء، ما في أي شيء، اشتغل الحين زي الحلاوة. لو بتحطه في الشاحن مثل ما نشوف الجهاز قاعد يشحن، ننفصله شغال ما في أي شيء. وبس، ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني، والسلام عليكم. طبعا